Hello, we're back. معلش أصدرونا بس كان عندنا شوية technical difficulties. فأجس مستنى الأخت رها محرك. لحظة أخت رها محرك ياي أهلين كيف هلا حالك؟ I'm good كويسة؟ I'm good كيف الأمور؟ تمام طبعا نعرفكم طبعا ما تحتاج تعريف بس نعرفكم على الأخت رها محرك أول سيدة سعودية وأول مرأة عربية كمان وصلت إلى قمة إيفرست جبال إيفرست وطبعا إحنا جدا فخورين فيكي موضوع النشاط ويعني how more appropriate إنه إحنا نتكلم في الموضوع هذا إحنا كلنا دحين we are climbing yeah, a mountain of uncertainty كلنا عايشين نفس الشيء بس في يعني دائما نقول للناس إحنا في أبواب مختلفة في نفس العاصفة كلنا عايشين نفس الشيء بس كل أحد ليه طريق غير الثاني بس من جد الوضع يعني نبغى أنت تدينا شوية تيبس إنه كيف إحنا نقدر نكمل كيف نقدر إحنا نستمر وأهم شيء كيف ما نستسلم يعني ال whole concept of what you do ما شاء الله يعني mentally الواحد لازم يكون عنده drive لازم يكون عنده preparation فأول سؤال لي يعني is how did you get that drive and ambition إنه ما شاء الله توصل إلى Mount Everest مرة صعب بالنسبة لي إني أنا أقول لكم كيف جاني الدرايف لأنه ما كان شيء ما هو حقي هذا الدرايف انغرس فيا من أهلي من وأنا صغيرة أهلي كانوا دائما يحبذوا إنه نجرب أشياء جديدة من نوع الأهل لما كنا نسافر ونشوف شيء يقولون تبغوا تجربوا إن هذا الشيء تبغوا تنزلوا دايفنج فأهلي ليهم دور طبعا كبير انهم وسعوا افاق عقلي وقووا قلبي بس ما اتوقع اتخيلوا ان يوم من الايام حسوي اللي انا سويته بس حقيقي غرزوا فيها حب الادفنتشر والشجاعه يعني اهنيهم جدا واشكرهم انهم حقيقي من اقدم ذكرياتي مع اهلي المغامره لما كنا نسافر أنا وأخوي وأختي كنا نجرب وكنا نعيش فبدأت من هناك ومن من وهل أنت من صغرك كنت تتخيل يمكن تعمل الشيء هذا؟ الصراحة كنت دائما أحلم إني أكون مغامرة، كنت أحلم إني أكون أدفنشر، تعرف كنت أتفرج أفتح تلفزيون أتفرج بالناشونال جيوغرافيك وديسكفري شانل وأشوف هدول الناس اللي يروحوا دي الأماكن، كنت أحلم إني أكون هدول الناس نعم بقول very adventurous way of looking very at things. adventurous تعرف تروح كده وتكون عندك باك كنت احلم اكون من هذه الشخصيات بس ما تخيلت ان يوم من الايام اقدر اعيش حلمي الكبير اني انا اكون مغامره وصراحه ما كنت ماشيه وراه ما كنت حاطه ببالي اني انا اكون an adventurer بس كنت ابغى اجرب شيء جديد قصتي مع الجبال كثير ناس ما يعرفوا انه ما كان بلان يعني ما كنت حاطه ببالي ان انا بروح اسوي السبع جبال في العالم ما كان كذا بالعكس كان الشغف اللي كان دافعني هو حب المغامره والاستطلاع واني اعيش حياه غير عاديه extraordinary life فهذا كان الدافع بالنسبه لي يعني ما كان زي ما الناس تخيل فلما انت مثلا بتستمري لما انت يعني كنصيحه لينا كلنا دحين في الاوقات اللي احنا فيها يعني كيف الواحد ما يستسلم وكيف الواحد يقدر يعني مثلا وانت يو ار كلايمينج ذات ماونتن ايش اللي في مخك ايش اللي بيخليك يديك دفاع كمان اكثر انك تستمر يعني اكيد في تشالنجز اوكي حاتكلم عن الجبل بعدين حاتكلم عن اللي احنا فيه دحين لما تكونوا على الجبل ترى يعني الوضع اللي انتم تكونوا فيه جدا صعب لانه ما انكم مرتاحين، ما بتناموا كويس، الاكل مو زي ما تتخيلوا، الله يكرمكم، ما في اللكجريز حق الباثروم والشاورز وكذا يعني لا تسالني ايش اطول مده رحتها من غير ما استحمى، لا تسالني كل مره اقول لامي تنهار، لا
لما اقول لها 22 يوم بس مشي حالك. فتخيل انت من انت you're not comfortable in your skin, انت في جلدك منك مرتاح. فهنا تبان حقيقه الانسان, هنا تبان العفويه الشخصيه تطلع لما تكون تحت بريشر والناس مع بعض وفي ناس كثير كثير شخصيات كلاش. فمره مهم يكون عندك صبر, الروح التيم ورك, روح الفريق. لازم يكون عندكم صبر, اتعلمت الصبر من اول وجديد وانا بتسلق الجبال. طولة بال, لازم يكون عندكم طولة بال واقتناع ان تكونوا انتوا على قناعه انه اللي انتوا بتسووه ليه غرض كبير لانفسكم. يعني الناس اللي يتسلقوا عشان يقولوا او انا والله تسلقت هذا الجبل ولا انا ابغى افتخر ان انا عندي ذا الجبل, ترى هذا كله في اليوم العشرين لما تكون تعبان وحالتك بالويل ما يفيدك, ما يفيدك ابدا. لازم يكون طبعا رها مره يعني متواضعه, بس اقول للجماعه بعد اذنك انا قطعتك, رها ما متواضعه ويعني ابدا ما نقدر نقول هي ذا فيرست, هي يعني تنكر نقول هي ذا فيرست, لازم نقول ان هي واحدة بس to inspire, so we can never say that she is the first. لأنه بالنسبة لي إني أنا كوني الأولى كان شيء مرة personal, مرة شخصي. The fact إني ماني الأخيرة, أنا أفتخر بهذا الشيء أكثر. لأنه ما شاء الله تبارك الله السنة اللي فاتت, للأسف هذه السنة الوضع نتكلم عليه, بس السنة اللي فاتت كان عندنا record climber, عندنا ومنهم منى شهاب اللي هي سعوديه برضو. فانا ماني الوحيده السعوديه, هذا الشيء بتدخل فيه اكثر. ماي كو ستار اسميه ماي تي في براذر سعود العيدي اللي كان عندي برنامج معه برضو كان من المتسلقين وباقي انحاء. ما شاء الله بالضبط. بالنسبه لي اني انا ماني الاخيره افتخر فيه اكثر مني انا, يعني اوكي مره فرحانه اني كنت الاولى بس كان دائما احس ان هذا الشيء يمكن سيلفش, هذا الشيء بس شخصي, بس طالما اني انا ماني الاخيره هذا افتخر فيه اكثر. فدحين تكلمت عن الجبل, ابى اتكلم على الجبل اللي احنا حاليا بنتسلق كلنا, احنا بنتسلق عليه كلنا. الحق ينقال ان الوضع صعب لجميع انحاء البزنسز, بيرسونالي مره صعب. الناس اللي married people صعب, الناس اللي لوحدهم single صعب, الناس اللي مع العيال صعب, الناس كله صعب. الشيء الوحيد اللي أقدر أنا أنصح فيه, لإني أنا يعني جات أيام كانت مرة تعيسة بالنسبة لي, كنت لوحدي كنت I miss my family وما أعرف إيش يصير. لما تقبلت إني أنا ما أقدر أتحكم في ده الموضوع ارتحت. لما بطلت أحاول أتضارب مع الرياليتي اللي هو بيصير ارتحت وصرت اخذ كل شيء one step at a time. كل شيء we have to accept the new normal. لا خلاص يعني لازم we have to accept it. لازم نتقبل yeah. هذا الوضع. اتشكر ربنا ان اهلي الحمد لله my friends والناس اللي عزيزين علي are healthy and safe. بس شيء طبيعي يا جماعه انه يجيكم ايام انتم تكونوا مكتئبين, شيء طبيعي. فهذه الايام خلوها تكون الايام الاقل. يعني في ايام اصحى خلاص ما بسوي ولا شيء, احاول اسوي شيء جديد حتى شيء بسيط. زي مثلا لما جيت على بيت اهلي انا من عاشت في الامارات, جيت على بيت اهلي مره كنت طفشانه, قررت اني اعمل ري اورجنايزيشن بيت اهلي, اني ارتب الكتب وارتب. هذا الشيء يخلي عقلك بدل ما تفكري في الاشياء السلبيه يخليكي تفكري اوكي اقدر اعمل اورجنايزيشن ومنها يجيك انسبيريشن تسوي اشياء ثانيه. Organization command, يعني generates peace of mind when you organize. خلاص اللي جيتي كده راحت بال الواحد يكون مرتاح أكثر, يعني مرتاح أكثر فيه. شيء ما حتسويه لو أنت كنت مشغولة. شيء ثاني, اكتشفوا الأشياء اللي من زمان كنت تبغوا تسووها. مثلاً أنا كنت بحسن الإسباني حقي, أتكلم إسباني بس مرة مكسر ومرة مكلج. فأدخل على الآب وأعمل 10 minutes a day. لما كنت مرة طفشانة أعمل نص ساعة, دحين صرت عندي أشياء أكثر أسويها أعمل 10 minutes. وغير كده reach out للناس اللي يمكن من زمان ما كلمتوهم, ادخلوا في التليفون عندكم وشوفوا مين الأشخاص اللي يقولوا يوه صحبتي من أيام المدرسة ولا أو my colleague. reach out للناس, حينبسطوا لما يجيهم مسجات أحد يقولك كيف حالكم, لأن كلنا عايشين نفس الموال. والشيء الأخير كلنا more connected. Connected. إحنا we're disconnected physically, بس emotionally نقدر نكون connected.
والشيء الثاني انه قد ما تقدروا لو ما تقدروا تطلعوا على برا دائما اقول ادخلوا على جوا. لو ما انكم قادرين تطلعوا برا بيوتكم ادخلوا جوا انفسكم وحاولوا تكتشفوا الاشياء اللي تبغوا تحسنوها، الاشياء اللي تبغوا من زمان تواجهوها. لانه متى حيجينا فرصه نحن نكون قد كده احنا متقيدين نكون في البيت؟ بس مره صعب، مره صعب يعني، وانا اشهد انه صعب لكل احد يعني. يعني هذا بالنسبه لنا احنا درس، بس اكيد يعني we come out of this much stronger. بس هل احنا we come out of this with more نشاط؟ زي ما شاء الله عليك انا يعني النشاط هذا الشيء لازم يكون يعني متواجد في الشخص. وممكن نقول انه يعني احنا كسعوديين واحنا كعرب نميل يمكن اكثر الى الكسل. No, هذا الشيء يعني معروف. احنا we're not ما احنا ناس active or sporty or هذه معروفة. It's not part of our culture. الحين في gyms, في a lot of new movements for being healthy and so forth. فthings الحمد لله الحين are getting better. بس ليش تفتكري احنا بنميل الى الشيء هذا؟ كيف نقدر احنا نحسن؟ كيف نفكر بطريقتك انت؟ يعني ما شاء الله عشان الواحد يعني to climb Mount Everest لازم يكون في mental drive، لازم يكون في physical drive. So how can you combine the mental مع الphysical؟ Everest، لما أقول للناس كيف تتخيلوا أنا تسلقت Everest أعلى جبل في العالم، أباكم تتخيلوا إنه هذا الجبل أخذ شهرين و it's massive. شهرين، وأتوقع هو يماثل 12 وال 14 برج خليفة، عشان لو تبوا تعرف يكون عندكم يعني comparison. كيف تسلقت هذاك الجبل؟ كيف؟ خطوة ورا خطوة، one step at a time. وهذا الشيء انا اطبقه في كل حياتي. ما لو طالعت في الجبل حنهار، حقول انا كيف حطلع، انا كيف حطلع. فكثير اشياء في حياتنا وانا اواجه دي الاشياء مثلا emotionally اصغر، احب اصغر bite size. لما جيت ارتب بيت اهلي قلت اوكي حبدا من هنا، حبدا من هنا. لو قلت اوكي خلاص حب كله مع بعض ما حينفع، يكون overwhelming. Exactly. صغر المشوار. وترى كنت اضحك على نفسي، كنت اقول لي رها انت كل اللي عليكي انك تروحي من هنا لديك الصخره اللي هناك. وترى كنت اضحك على نفسي دائما، خلاص اوصل الصخره اوكي برافو رها، واتكلم مع نفسي وصلت الصخره، شايفه هناك الثلج الازرق ده المشوار. And this is هذا التاكتيك استخدمه كثير في كثير ما يكون عندي بروجكت مره كبير، لما يكون عندي اشياء احسها مره ثقيله عليا احاول قد ما اقدر اني انا اصغر. ومرات حتى دي الاشياء اطبقها على نفسي، يعني زي كل انسان في الحياه في اشياء بغيرها في نفسي. وصعب انه الانسان يحط مرايه في نفسه ويشوف الاشياء النيجاتيف، فمرات احط مرايه قدامي وما اطالع في كل شيء، اقول انت فيكي فيكي فيكي، اقول اوكي في كذا مره احد قال لك كذا كذا كذا، حاولي تعدلي دي الاشياء، حاولي هذه الاشياء simple things. صغر المسائل لانه المواضيع. وبعدين كل خطوه makes an impact، كل خطوه لها تاثير، كل خطوه ممكن توصل الشخص الى الخطوه الثانيه. مش لازم يفكروا يعني 100 miles ahead. فهذه هذا معلومة جدا يعني مهمة. بس نفسها تسلق نشيتها خطوة خطوة. أكيد. بس بالنسبة لرها يعني إيش what's next for رها؟ يعني what is your aspirations؟ إيش الأشياء اللي تحبيها كمان؟ أوكي هقول لك الأسبيريشنز اللي الآن short term. هقول لك أول إنه أحس زي كتير ناس إن حياتي عملت pause، فأحتاج أعمل unpause لحياتي. يعني جيت قعدت مرة فرحانة، جيت قعدت مع أهلي لأنه هذه الفرصة كانت ذهب بالنسبة لي. أنا سافر مرة كتير، فجاتني فرصة إني أجي أقعد مع أهلي، أقعد مع my nephew، مع أختي وأبوي وأخوي وأمي. فأخذت طاقة إيجابية من أهلي، بس حسيت حقيقة حياتي كانت هذه إيجابيات الكورنتين فعلًا. بسوي انبوز لحياتي، احتاج ارجع تاني اسافر اشوف مشاغلي، باني طبيعتي اني انا اكون انا من اكسبلورر. فابغى الاقي حل وسط ما بين اني اهتم في اني اي تيك كير اوف ماي سيلف عشان الكورونا، بس في نفس الوقت
اقدر اروح ورا احلامي فلازم الاقي بالانس. هذا الشورت تيرم، هذا القريب المدى زي ما يقولوا. بعيد المدى لونج تيرم دريم عندي كذا واحد. اوكي حبدا بالشيء اللي الان لسه جاري قاعد احاول قصتي كتبتها في كتاب، فقاعد احاول يا اكوبلش ات في ما شاء الله or اعملها يعني ان شاء الله maybe اعملها يوم الايام سيريز او تي في ما اعرف، بس ابغى احس انه قصتي زي ما غيرت حياتي يمكن تغير حياه احد ثاني. على قول ابويا اللي مره بيحب اني انا اخلي الكتاب رياليتي، بيقول لي اني انت غيرتي رايي انا بجنانك، يعني خلتيني انا اامن بجنانك. فيمكن في اب ثاني ام ثانيه تحتاج انك تقرا قصتك. هذا another dream. بس the biggest dream لو تسالني what the biggest dream is، نفسي اروح الفضاء. من يوم ما انا صغيره كنت احلم اني انا اروح الفضاء. Actually عيد ميلادي هذا الستيب خلاص، it's the next step. خلاص عندك Everest to the moon. على قول امي تقول لي خلصتي لي في الارض بدك تطلعي. ما شاء الله. عيد ميلادي actually السادس لما كنت سبته كان the discovery shuttle. فما اعرف كيف بس ابغى احاول قد ما اقدر اني انا اقرب هذا الحلم بالنسبه لي. وعارف انه حلم كبير وعارف انه حلم مجنون، بس زي ما يقولوا اذا حلمكم ما يخوفكم if your dreams don't scare you they're not big enough. فايش فيها if I dream big شويه واشوف فين اوصل. aim for the stars or in this case aim for the moon زي ما بيقولوا you know. بس طبعا اخر سؤال عن the climbing and then we'll go to something else. بس رحتي الى ماونت ايفرست ورجعتي شخصة تانية you know. ف how have ايش كيف غيرك وكيف هذا الشيء بالنسبه للي احنا فيه دحين حسيتي انه ساعدك يعني زي كاني عندك نوع من البريبريشن للي احنا دحين we're going through. مره اهلني اني احاول قد ما اقدر ما اتاثر باللي برا يعني. اوكي انا من نوع شخصيتي اللي على قلبي على لساني على وجهي ما اعرف اخبي. كثير احيانا وانا بتسلق الجبل علقت في مواقف ايموشن صعبه يعني كسرتني دمرتني ايموشنلي، علمتني انه مهما كان اللي بيصير حواليك الشيء الوحيد اللي تقدر تتحكموا فيه هو انفسنا. فعلمني اني كثير اشياء امشيها وفي نفس الوقت سبحان الله علمتني انه بالي يكون قصير في اشياء ثانيه. اشياء سخيفه كانت تضايقني اول دحين ما صارت تضايقني، يعني احسها اخذت مني شيء واعطت مني شيء. بس علمتني من جد اني اتقبل انه في اشياء خارج محوري الشخصي انا ما اقدر اتحكم فيه. وهذا اللي طبقته الان في اللي بيصير. يعني حقيقي في ايام صعبه، في ايام اقول زي كل احد احس نفسي مره داون، بس قد ما اقدر احاول اني تحسني الاتيتود والمنتاليتي اللي انت عايشاه اللي انت فيها الان. وكثير ناس يحسبوا وهذا الشيء ترى مره يسعدني لما تتكلم عن السعاده تتكلم على كونتنتمنت، كثير ناس يحسبوا انه السعاده تجيك في صندوق مع في يونكا واحد يديك اياها هديه. يعني كثير ناس يحسبوا واحد لازم يشتغل عليها عشان تجي زي كل شيء انك تكون فرحانه او فرحانه في حياتكم لازم تحطوا ذا تايم ان. يعني كثير ناس دحين مع الكوارنتين يقولوا كلموني يقولوا لي يا ريت رحنا معاك الرحله ديك، يا ريت خليت. صار عندهم كثير ندم. لا تندموا على الاشياء. يعني حياتنا هديه، احنا يور لايف از ا جيفت، فلا تاخذوها ان هي اتس ا جيفن. انت ما تعرف ايش يصير بعدين. فالناس يقولوا ايوه وبعدين حسوي وبعدين حسوي، مره ازعل عليهم. وانا اللي يعرفني اني ماني من النوع اللي اني بعدين لما اقرر بسوي شيء خلاص اي بلان ات واروح زي الزوع، اروح لوحدي زي الزوع شنطه واطلع لوحدي. فالفكره انه لا تحطوا نفسك، احنا وير اور ورست كريتكس، لا تحطوا نفسكم اوريدي حواجز. الحياه مره قصيره يو هاف تو يو نو زي ما يقولوا كارب ديم، يعني سيز ذا مومنت. شوف ايش بيصير دحين يعني أكيد. فعلا يعني كوفيد 19 بيخلينا احنا كمان تو ابريشيت الفكره انه لازم يعني ما ولا ثانيه ما نضيعها يو نو.
بس خصوصا موضوع الازمه اللي حصلت هاي دحين. انت طبعا ما نقدر نقارن الشيء اللي انت عديتيه اول بالشيء اللي احنا عديناه دحين، بس من كوفيد 19 ايش الشيء اللي اخذتيه معاكي اللي ما كان معاكي اول؟ كوفيد واللي بيصير دحين الكوارنتين بين من الصديق الصحيح الصادق، بين كثير من الناس اللي يهتموا فيكم، بين كثير عن انفسنا. لانه احنا لما نكون في حياتنا مشغولين ورايحين وعندنا سكرينز وميتنج وكذا، يمكن ما نستوعب الاشياء الحقيقيه اللي موجوده. فزي ما يقولوا كشف كثير عن الشخصيات، فانا كشف كثير عن اشياء عن نفسي ما لاحظتها قبل، والناس اللي حواليا، وخلتني من جد اتاكد. لان انا طول عمري كان عندي هذا الايمان انه اهلكم الاهل، ومن ضمنهم الكلوز فريندز اللي هم صاروا اهل بعد السنين، الصحه. ولما اقول صحه اقول صحه بدنيه، صحه عقليه، ايموشنلي، مره مهم. وكل شيء ثاني نقدر نتصرف فيه، بس لما يكون عندك هذه الاسس في حياتكم شيء زي كوفيد تست يو من جد تختبرنا. زي ما يقول your health is your wealth. You know, يعني ما في أهم من الهيلث. وخلتنا نفكر كمان في الفاميلي، وخلتنا نفكر كمان في إيش البريوريتيز في حياتنا، وإيش الأشياء اللي ما لها داعي يعني. فبالعكس I think إنه خلتنا نفكر في substance أكتر، خلتنا نفكر في إيش what's more important in life. بس كمان أنا I know إنه أنت كمان يعني you're an artist too، يعني ما شاء الله you're a graphic artist صح؟ أنا tell me more about the graphic art. يمكن إيوه الناس برا يضحك إنه عرفت إني أنا I'm adventure، بس أنا originally I'm a graphic designer. كنت أشتغل في ليبرنت في الإمارات سنين، اتخرجت من جامعة مكيف شارجة، I'm an art director graphic designer. وهذا كان أظن شكل شخصيتي وماي ستوري تيلينج سكيلز، طريقة أنا أحكي عن نفسي، تاريخي مع الديزاين، لأنه علمني كيف أوصل المعلومة. تعرف جرافيك ديزاين يعلمك كيف توصل المعلومات. فمن أكثر الأشياء ترى اللي توحشني الديزاين، من أكثر الأشياء الآن توحشني. والدليل إنه من أول الأشياء اللي بدأت أسويها لما كنت لوحدي، أنا لوحدي في الكوارنتين في البداية، وترى قعدت لوحدي 60 days 60 يوم قعدت لوحدي، كنت أرسم رسمة في اليوم. عندي زي كده كتاب صغير أرسم قد كده كل يوم، أرسل رسالة إني اشتقت لماي ديزاين دايز. وإلين هذا اليوم أتمنى يكون عندي مور أكتيف رول. عندي سمول بروجكت هنا وهناك، زي مثلا I'm a consultant في آب جديد وكذا، فأنبسط عليه. بس من الأشياء اللي توحشني إني أتعمق فيها أكثر الديزاين، لأنه ما كان عندي وقت، بس الحين عندي وقت فيبغالي أعطيها أهمية. وما شاء الله عندك النشاط و you're proactive you know. بس سؤال أخير، who's your مين ال role model حقك العربي؟ هو مين في شخص اللي دائما تفكري role model بالنسبة لك؟ شوف عندي مرة كثير، لأنه أنا محظوظة إنه كثير ناس ألهموني. بس لو أقول لك مين نوع الشخصية اللي تلهمني، الناس اللي انولدوا في حياة طبيعية وعاشوا حياة مو طبيعية، those who were born in ordinary lives and lived extraordinary lives. الناس اللي مداهم بشجاعتهم والقناعة their passion إنهم يوصلوا أحلامهم، هذول الناس اللي حقيقي يلهموني. وفي منهم ما هم معروفين، في منهم أقابلهم، وفي منهم ما هم الأسامي الكبيرة اللي they overcome adversity and then they rise above. بالضبط. الناس اللي بغض النظر عن كل الحواجز اللي هم انحطت قدامهم، مداهم يعيشوا احلامهم. هذه الاشياء اللي يعني كل الناس دحين اللي في كورنتين، يعني كل الناس بيسكلي يو نو، ترى كثير ناس الان انا اشوفهم هيروز. يا جماعه الى حالي اللي عندهم عيال هم محبوسين لوحدهم هيروز، الكابلز اللي مع بعض الورك هيروز، الامهات والابهات اللي مع عيالهم اللي ما عاشوا معاهم من سنين هيروز بالنسبه لي. الفرونت لاينرز اللي دكاتره وهذول كلهم يعني ديفنتلي يعني وي ديزيرف ا لوت اوف بريز في سبيشلي ذس تايم. يعني صاروا هم السوبر هيروز، هم صاروا سوبر هيروز فعلا يعني.
بس لا رها يعني مرة مبسوط إن أنت جيتي معنا اليوم، وأنا أتمنى إنه الشباب كمان ينظروا إلى رها ويشوفوا إنه موضوع النشاط وموضوع الكاركتر جدا مهم، عشان this is I think هذه أنت صرتي قدوة لينا إحنا كسعوديين من ناحية being proactive, working hard and achieving and knowing that you can achieve. وهذه هي الفكرة دحين إحنا في الوقت هذا إحنا we're in a metaphorical mountain that we're thinking we're moving somewhere but we're not للأسف we're not really getting anywhere but we will get somewhere and I think you know someone like Rahab تدينا حماس وتدينا hope وتدينا فكرة إنه إن شاء الله يعني if you work hard you'll get there and so, إن شاء الله things will get better for all of us so I thank you. ما في غير لما زي ما بقول لك لما يكون it's really low ما في غير انكم you go up وأب أشكرك وأب أشكر the magazine thank you so much أشكركم لأنه أحس إنه القصص من غير ما يكون في platform من غير ما تسلط الضوء عليها ما تكون عندها قوة ما تكون عندها ال impact فأشكركم أعطيتوني فرصة إني أنا أشارك قصتي معاكم شوف كذا comment إنه تجيبوني بالإنجليزي أنا آسفة بس please contact me I know many people asked in English contact me in my social media I'm happy to have a chat with you me and you really need a proper catch up yes it's long overdue it is long overdue بعدين لازم نعرف انه يعني رها انت ايش سويتي انت يور باينير في اللي سويتي هذا فاحنا كسعوديين كمان شكرا كعرب احنا جدا فخورين فيكي وشكرا وشرفتينا في الجلسه هذه وان شاء الله many many more ان شاء الله thank you everybody شكرا لوقتكم سلمي لي على الاهل كثير اوكي وصل thank you bye bye